يدخل تحالف اليمن لعبة جديدة هيئت لها الإمارات بقصفها لقوات الجيش الوطني على تخوم مدينة عدن، مبررة فعل هذاك بأنه يأتي في إطار حربها على الإرهاب، وهو ما يضع سؤالا كبيرا عن مهمة التحالف والسعودية في اليمن ومستقبل أدوارهما. أهلا بكم. تم طرد الحكومة وهزيمة قواتها في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد أن استجمع الجيش قوته وكسر قوات الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي والممولة إماراتيا في شبوة وأبين، تقدم باتجاه عدن، إلا أن طائرات الإمارات كان لها رأي آخر. استهدفت الإمارات قوات الجيش موقعة خسائر فادحة، ما تسبب في تراجعها وخسارة معظم مواقعها في محافظة أبين. وليس ذلك أخطر ما في الأمر، فمع إعلان الإمارات أنها استهدفت عناصر إرهابية، تدخل الحرب في اليمن طورا جديدا ستكون فيه الإمارات هي اللاعب الأقوى وربما الوحيد، يقول كثيرون، وهو طور الحرب على الإرهاب، والذي يعني حصرا مواجهة القوات التابعة للحكومة على الأقل بحسب التعريف الإماراتي للإرهاب في اليمن. سياسيا يقول مراقبون إن هذا يعني أن مهمة إعادة الشرعية انتهت، وأصبح اليمن منقسما إلى ثلاثة أجزاء: يمن شمالي يعلن الولاء للولي الفقيه في طهران، وآخر جنوبي تسيطر عليه أبو ظبي، وثالث شرقي يقع تحت سيطرة الرياض ويلبي تطلعاتها بمنفذ على بحر العرب. لكن البعض لا يزال يتساءل، هل تقبل السعودية بهذا مع ما يعنيه ذلك من إعلان فشل لأول مهمة تنفذها عسكريا خارج أراضيها؟ ثم ما هي خيارات الرئاسة والحكومة اليمنية في مواجهة مآل كهذا؟ للنقاش سيكون معنا من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور محمد آل زلفة، ومن أدنبرا الباحث والأكاديمي الدكتور أحمد الدبعي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد آل زلفة. إذا دكتور، بتدشين الإمارات ما أسمتها الحرب على الإرهاب، ما مصير عمليات تحالف دعم الشرعية برأيك؟ أتحول إليك بالسؤال هذا دكتور أحمد الدبعي. إذا بتدشين الإمارات ما أسمتها الحرب على الإرهاب، ما مصير عمليات تحالف دعم الشرعية برأيك؟ بداية مساء الخير لك أستاذ المشاهدين وأعزي الشعب اليمني في الداخل والخارج بسبب المأساة الكبرى التي حصلت يوم أمس جراء قصف الطيران الإماراتي الغادر على اليمنيين في عدن وفي أبين ومناطق أخرى. بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي وقصة إرجاعه الشرعية، أصبحت نكتة سمجة من وجهة نظري الشخصية، لا تستقيم وليس لها أي واقع حقيقي على الأرض. المهمة فشلت، تمدد الحوثي وأصبح أقوى مما كان، زاد الطين بلة في اليمن. الآن تتحدث الإمارات عن قصف قوات الجيش اليمني بعد تدخل القوات الإماراتية والسعودية منذ 2015، وتقول عن هذا الجيش أنه جيش إرهابي. إذا نحن نتحدث عن مشكلة كبرى حصلت وعن إخفاق كبير للتحالف في اليمن، تتحمل مسؤوليته الأولى المملكة السعودية لأنها هي التي قادت التحالف، وتتحمل الشرعية اليمنية التي ذهبت هناك طالبة النقدة من السعودية، وإذا بنا نرى السعودية عاجزة بشكل كبير عسكريا عن حسم الأمور في اليمن، وأدخلت الإمارات والإمارات دخلت بأبعاد أخرى، أخذت الأمور باتجاهات وبمعارك جانبية كثيرة وهامشية استفاد منها الحوثي في صنعاء وعزز قوته هناك. نعم، طيب يعني في هذا السياق الحديث لكن عن كل هذا الوضع، الحكومة تطرد من عدن تحت عيون السعودية، لكن عندما تعود القوات الحكومية إلى تخوم المدينة، طائرات التحالف تأتي لتقصفها. يعني إلى الآن السعودية لم تعقب على الحادثة الأخيرة بشكل واضح، ما الذي يعنيه ذلك من وجهة نظرك؟ هل من ناحية الأدوار بداخل التحالف العربي، هل هذه الخطوة مرحب بها سعوديا؟ هل هذه الخطوة
قامت بها الإمارات بترجل، ما الذي يحدث بالضبط برأيك؟ النقطة الأهم مما حدث خلال الأسبوع المنصرم وهو تقدم قوات الشرعية فاجأ حقيقة السعودية والإمارات. فالنقطة الإيجابية هنا اتضح للناس أن الجيش اليمني قادر على تحرير بلده بمنتهى البساطة، اكتسح محافظات خلال ساعات. وأن الإمارات والسعودية تفاجأتا بالأداء العسكري المهاري للجيش اليمني هناك، مما جعل نظرية تقاسم النفوذ في خطر بين السعودية والإمارات. للأسف الشديد السعودية والإمارات أصبحتا تنظران للساحة اليمنية كمساحة نفوذ فقط للتقاسم وتبادل الأدوار. فالسعودية تنظر أن لديها كعكة هناك في الجانب في أقصى الشرق في المهرة وفي حضرموت وفي شبوة، والإمارات تنظر لها كعكة أخرى في الجانب الغربي إلى حد ما. فهنا وقعت الواقعة بيوم أمس لتعزز ارتباك الجانب السعودي الذي لم يستطع حتى الآن يقول شيء حول ما حدث. العملية واضحة وجلية بشكل كبير، واعتداء سافر على قوة الشرعية وطعنة غادرة في خاصرة في ظهر الجيش اليمني. ومع ذلك وجدنا المملكة العربية السعودية صامتة، لم تتكلم ولم تنطق ببنت شفا حتى الآن. نحن نتحدث عن سقوط مئات الجنود اليمنيين والمدنيين، ونحن نتحدث عن اعتداء على الجيش اليمني الذي طلب النجدة. إذن ما الذي يحدث على الأرض؟ يحدث أن هناك تفاهم وتقاسم للأدوار بين المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة. كنت أتمنى أن تكون تحليلاتي السابقة خطأ منذ سنوات، لكن يبدو أن ما ذهبت إليه في عام 2017. أي تحليلات؟ أعطينا هذه التحليلات يا دكتور. التحليلات تتحدث عن تقاطع مصالح في اليمن. أصبحت يبدو الإمارات دخلت بقوة باتجاه فصل الجنوب اليمني، وليس لإعادة اليمن الجنوبي السابق كدولة قوية أو دولة لها سيادة، ولكن للانفراد بالساحة هناك كما فعلت في الصومال وعززت تواجد ما يسمى بجمهورية أرض الصومال. للأسف الشديد الإخوة في الإمارات والسعوديين قصيري النظرة. كنا نأمل أن نقيم شراكة اقتصادية معهم طويلة الأمد عبر حكومة رسمية للجمهورية اليمنية. نحن نرحب باستثماراتهم ونحن نرحب بالشراكة الاقتصادية معهم ونحتاج إليها، وهم يحتاجوننا لليمن أيضا. ولكن الأنانيات التي ذهبوا إليها واتبعوها حقيقة أخذت المشهد اليمني إلى مشهد مأساوي، حولت الوضع في اليمن إلى أكبر مأساة إنسانية في الكرة الأرضية. وكان يستطيع السعوديون مد الجيش اليمني بأسباب القوة للحسم. نحن سمعنا ما قاله اللواء خسروف قبل أسابيع، تحدث بكل شفافية وقال أن الأخوة في التحالف لا يدعمون الجيش اليمني. رأينا الآن كيف تحرك الجيش اليمني وحسم الأمور بسهولة. تصور لو أن هذا الجيش يعزز بقوة حقيقية وبدعم حقيقي من جانب التحالف، سوف يحسم الأمور بسهولة. ولكن يبدو أن قضية عودة الشرعية لليمن وإعادة الرئيس هذه ليست في مدرجة في قاموس السياسة السعودية ولا الإماراتية في الآن. لكن ما الذي يمنعه؟ يعني في هذه النقطة دكتور، ما الذي يمنع الآن حتى مع هذه الأحداث كلها، ما الذي يمنع هذه من العودة إلى اليمن من منطقة آمنة على الأقل، من منطقة يحظى فيها بنوع من الأمان، بشيء من الأمان حتى ليدير فيها البلاد؟ يعني من الواضح أن هناك ضعف يمني، وليست المشكلة من السعودية، حتى السعودية تدعم، يعني حتى الباتريوت الإماراتي كان يحمي الأجواء في مأرب. هناك حديث عن دعم كبير سعودي للجيش اليمني، لكن الفساد، هل يمكن إنكار الفساد في أوساط الجيش اليمني؟ هذه العوامل المحلية هي المشكلة كما يقول كثيرون. يعني أنا الآن أتحدث من منطلق وجهة النظر الأخرى، وليست المشكلة من السعودية والإمارات التي في نهاية المطاف بكل تأكيد هذا يعني بديهي أن تكون لها مصالح في اليمن. أتفق معك بهذا الطرح. دعني أكمل لك ما قلته سابقا. الأخوة في السعودية والشرعية كون علاقة شاذة حقيقة. أنا هنا ألوم القيادة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي. الرئيس هادي ذهب إلى الخيار الواحد وهو الاعتماد الكلي على البقاء في الرياض والسعودية فقط لا غير.
وحمل السعودية حقيقة ما لا تحتمل. المملكة العربية السعودية ليست بتلك القوى العسكرية الضاربة التي تستطيع أن تخوض حروب في جبال اليمن وما إلى ذلك، ولكن كان على الرئيس هادي أن يراهن أولا على قوة الشعب اليمني وقوة الجيش اليمني، ويعتمد بالمقام الثاني على دعم لوجستي ودعم عسكري أو بالسلاح أو مال من المملكة العربية السعودية. إلا أنه ذهب بلا خيال سياسي وبلا أي خطة ثانية إلا غير البقاء هناك في الرياض هو وشريك. وحقيقة اختطفت المملكة العربية السعودية السيادة، و القرار السيادي اليمني لم يعد يعني بذلك القرار الكلي بيد الرئيس هادي. وهنا كان وهذه حقيقة الأمر أصبحت ضد المملكة وضد اليمن. العلاقة التي سميتها شاذة بين الرئاسة اليمنية والمملكة العربية السعودية تضر البلدين حقيقة. اليمن يجب أن تتحمل، الرئاسة اليمنية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، تعود كان بإمكانها أن تعود لحضرموت أو لمارب أو لأي نقطة يمنية. لا يمكن أن نتحدث أن هناك انقلاب في صنعاء يمارس مهام الدولة في صنعاء، وهناك المجلس الانتقالي يمارس مهام الدولة في عدن، ورئيس الجمهورية يمارس مهامه في فندق في المملكة العربية السعودية. والطامة الكبرى أن الحكومة اليمنية ومجلس النواب وكثير من المسؤولين يستلمون رواتبهم من المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن نتحدث عن أي سيادة؟ السيادة لا يمكن أن تأتي لنظام يحول نفسه إلى نظام متسول في المملكة العربية السعودية. أهان نفسه وأهان الشعب اليمني حقيقة، وأهان تاريخ اليمن. الحوثي ليس بذلك بتلك القوة ليجعله طريدا لأكثر من 5 أعوام خارج اليمن. اليمن 500,000 كيلو وأكثر، كان أن يتواجد في أي نقطة يمنية وأن يقود معاركه بشرف ضد الانقلاب، أو يقوم بعملية حوار مع الانقلاب في صنعاء، أو أن يخرج بأي حل سياسي للبلد. أما أن يبقي الوضع كما هو عليه ويتألم الشعب اليمني ويتعرض لهذه المجاعات وهذه المآسي منذ أكثر من 5 سنوات حقيقة يعني مشكلة أو مأساة يعني كان يمكن تجنبها بسهولة جدا لولا الخيال السياسي الضعيف لقيادة الشرعية في اليمن. طيب، يعني الآن فيما يتعلق بالأحداث الراهنة الآن، لأن هذه المطالبات في مسألة السيادة ومسألة العودة قديمة جدا والآن تتكرر، لكن فيما يتعلق بالجديد فيما يتعلق بالموقف الإماراتي، الآن الإمارات تعلن الحرب ضد الإرهاب في اليمن، على الأقل هذا بيان وزارة الخارجية قبل يمكن في الأمس تقريبا، فيما الواقع يقول أنها تدعم عدد من الجهات أو الأفراد المصنفين إرهابيا وهم مقربين منها. كيف برأيك يمكن للمجتمع الدولي أن يتفاعل مع هذه البروباغندا الإماراتية إن صح التعبير؟ الإمارات بعد أن ارتكبت الحماقات في اليمن هي تلعب الآن باحترافية بقصة أو بكلمة الإرهاب. الإرهاب كلمة تطرب العالم الغربي، واليمن التصق للأسف الشديد بتفجيرات وبعمليات إرهابية، لهذا الإمارات تحرص قدر الإمكان استخدام هذه الكلمة. هي تتحدث عن معارك في اليمن ثم تقرن تلك المعارك بالإرهاب. العقل السياسي الغربي لم يعد يعني ليس لديه وقت ليحلل الكثير. هي دمجت اليمن بالإرهاب وتستطيع أن تتحدث الآن عن الإرهاب بإسهاب، هناك القاعدة وهناك وهناك وهناك، لكن الأداء السياسي للحكومة اليمنية والشرعية هو الأساس. يجب توضيح ذلك للمجتمع الدولي. نحن نتحدث عن حكومة في الرياض لديها وزير سياحة ولا يوجد لديها وزير خارجية، يعني شيء مخجل حقيقة. يعني أنت تحتاج كرئيس دولة الآن وكحكومة لوزير خارجية استثنائي بحجم قدرات عبد الكريم الإرياني الراحل رحمة الله عليه. ولكن ما يحصل الآن أن الخارجية يعني أداءها السياسي ضعيف، أداء السفراء في الخارج خاصة في عواصم القرار الغربي ضعيف جدا، تواجدهم ليس بالمستوى المطلوب. إذا هناك تغييب للسياسة والدبلوماسية اليمنية. اليمن لديها الكثير، الحكومة لديها الشرعية، المجتمع الدولي لا يعترف إلا بحكومة واحدة في اليمن، وهذه نقطة هامة جدا، ولكن الحكومة اليمنية لا تستغل ذلك، وأصبحت وكأن القرار أو الدبلوماسية السياسية عبارة عن ملف أو دائرة.
التي تعصف باليمن. نحن أمام تحديات يمكن أن تقسم اليمن إلى قرى وليس إلى دويلات، ولذلك يجب أن نراهن على أنفسنا كيمنيين بالتسامي فوق الجراحات الآن في الوقت الحاضر. والدعوة هنا صريحة لجماعة الحوثي وكل الجماعات الموجودة في الساحة، يجب أن نتسامى من أجل اليمن، يجب أن نتحاور من أجل اليمن. أقول لجماعة الحوثي دعوا قصة الولاية الفقيه والولاية الآن للشعب، الولاية للشعب، الولاية للصندوق. نحن في عام 2019، ولذلك الحديث عن إدخاء إقحام الدين بهذا الشكل والمذهبية بهذا السفور لا يخدم اليمن ولا طيب. يخدم الحوثيين. الحوثيون بدأوا يتحدثون عن حوار، يجب أن نصغي إليهم ونستمع قد إليهم نعود أيضا. لهذا النقاط دكتور، لكن دعنا الآن نرحب بمن ينضم إلينا، السيدة ميساء شجاع الدين، المحللة السياسية الباحثة والمحللة السياسية من المنامة. أرحب بك سيدة ميساء. إذن بتدشين الإمارات ما أسمتها الحرب على الإرهاب، ما مصير عمليات تحالف دعم الشرعية برأيك؟ التحالف انتهى، أنا أعتقد أنه خلاص في شكل من أشكال توزيع نفوذ الآن في الجنوب. أتصور السعودية يهمها الاحتفاظ بحضرموت، حضرموت الوادي تحديدا. الإمارات يهمها الساحل، السعودية حضرموت، شبوة، مأرب، هذه المناطق الداخل واللي غنية بالبترول، صارت السعودية متحكمة فيها، وأعتقد ما عندهاش مشكلة مع عدن، وهذا واضح أنها لما قدمت القوات تجاه عدن ما دعمتها في السعودية وما اهتمتش بدعمها، بعكس ما حصل أثناء شبوة، معركة شبوة، كانت السعودية دعمت القوات الحكومية وكانت تريد تحرير شبوة من المجلس الانتقالي أو إخراج المجلس الانتقالي من شبوة. فبالتالي واضح أنه في توزيع نفوذ، والتحالف هدفها الأساسي اللي هو إعادة الحكومة الشرعية والقضاء على الحوثي، وهذه الديبازة كلها خلاص انتهت. لم يعد هناك حديث عن عودة حكومة الشرعية، يعني صارت خطأ فقط لاستمرار التحالف. لكن الكل عارف الآن أنه الآن أمام خارطة جديدة، توزيع نفوذ داخل اليمن من ثم مفاوضات مع الحوثي، وعلى أساس يتم توزيع نفوذ، تقسيم اليمن بشكل فدراليات أو شيء من هذا القبيل كخطوة أولى يعني. طيب، يعني في سياق الحديث على أن الإمارات الآن استهدفت قوات الجيش الوطني، لكنها تقول أنها استهدفت جماعات إرهابية. السعودية إلى الآن، إلى هذه اللحظة، لم تعلن أي موقف مما حدث. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذه يعني الطائرات قد تكون انطلقت أساسا من السعودية، هل هذا يعني أن السعودية الآن تحارب الشرعية كجماعة إرهابية بعد 4 سنوات من تدخل التحالف الذي يقول إنه يدعم الشرعية في اليمن؟ يبدو أن تقدم القوات تجاه عدن لم يكن برضا السعودية، هذا الواضح. فبالتالي السعودية لم تكن معارضة للضربات الإماراتية، ولا أعتقد أن هذا كان سيكون ردها لو كان هذا الضرب حصل في شبوة أو حضرموت الوادي، في المناطق اللي تعتبرها نفوذها. لكن واضح ان السعوديه مش مهتمه باستعاده عدن، فبالتالي ما هيش مهتمه بالدفاع عن الشرف بانها مش قوات ارهابيه او غيرها. هذا امر ما يهمهاش كثير، يعني صوره الشرعيه قدام العالم او ما هي الشعور الشرعيه لا من السعوديه، هذه كلها قضايا ما تهمهمش. هم في الاخير ينظروا لهذه الشرعيه باحتكار لانهم لم يمارسوا دورهم على بشكل سليم، وكانوا فاسدين بشكل غير معقول وفاشلين في أدائهم بشكل غير معقول. فما أعتقدش أنهم بيعيروا اهتمام أصلا لهذه الشرعية. طب يعني أنتقل إلى الدكتور أحمد الدبعي فيما يتعلق بهذه النقطة. دكتور أحمد، يعني عندما تتحدث الإمارات على أنها ضربت عناصر إرهابية، وهذه العناصر يتضح على الأرض أنها أفراد من الجيش الوطني كما تؤكد تقارير كثيرة وأخبار حتى لوكالات دولية ربما، هل يعني ذلك أن وهذه القوات ذاتها تدعمها المملكة العربية السعودية، هل يفهم من ذلك أن الإمارات تقول بشكل أو بآخر أن السعودية تدعم الإرهاب في اليمن؟ كما قلت سابقا، الإمارات استخدمت كلمة الإرهاب ككلمة مغناطيسية تجذب به اهتمامات الخارج وتبرر ما فعلته. ما لا تريد أن تقول قصفت الجيش اليمني، أي ستقول جماعة إرهابية. هي تسمي جماعة أيضا حكومة طرابلس التي يعترف بها العالم أنها جماعة أو حكومة إرهابية. إذا تتعامل هي مع الحكومة اليمنية كما تتعامل مع حكومة طرابلس في ليبيا.
إذا الإمارات تصنف من الذي يتعاون معها بأنه غير إرهابي، والذي يقف ضدها وضد طموحاتها بأنه إرهابي. إذا هنا ليست القضية، هنا القضية ماذا ستقول الحكومة اليمنية للعالم؟ يجب أن يكون أداءها مختلف، يجب أن تخرج الحكومة اليمنية من تحت العباءة السعودية وتعود للبلد لتمارس مهامها، غير ذلك سيضيع اليمن. نحن أمام مفترق طرق مخيفة جدا ومرعبة في اليمن. نحن نتحدث عن تقسيم، نتحدث عن نفوذ سيستمر سنوات وعقود على جاثم على صدور اليمن، على صدور اليمنيين. نحن نتحدث عن، لا يوجد لدينا جيش مسلح بتلك القوة التي يمكن أن نحارب فيها أجانب ونحارب، ولا يمكن، واقتصادنا الآن مدمر. إذا سنحتاج إلى سنوات للتعافي، وللأسف الشديد الجماعة في التحالف يستغلون ذلك بأبشع استغلال، يقومون بتجفيف الأداء الاقتصادي أو إفقار الحكومة اليمنية وعدم تركها لتسيطر على منابع النفط وعلى تدوير عجلة الاقتصاد اليمني تعتمد على ذاتها. حولتهم إلى مجموعة من المرتزقة ومن المتسولين في عواصم عمل علاقات عامة واسعة مع العالم الغربي أفضل من السعودية، لكن في النهاية الحكومة اليمنية لا تمتلك طاقم دبلوماسي ينجح في تقديمها بشكل أفضل من كده، ولا تمتلك إعلاميين، يعني ما عندهاش مثلا غرفة عمليات أو إعلاميين ناجحين يخاطبوا الغرب. يعني الحوثيين عندهم إعلاميين يتكلموا باللغة الإنجليزية أفضل من الحكومة، فبالتالي ما اعتقد ان الحكومه تستطيع انها تدافع عن نفسها. السعوديه ادعمها طيب، عايزه يعني الان سيده ميساء، اذا لم يكن المجتمع الدولي يعبأ بالحكومه او هذا الخبر فيما يتعلق بقصف قوات الجيش الوطني في عدن، اذا لمن يستمع المجتمع الدولي عندما يتعلق الامر باليمن؟ المجتمع الدولي يستمع لقوى الامر الواقع، هذا هو الواقع. والغرب عاده دولة منهارة، والآن القوى الأمر الواقع اللي تفرض نفسها هم حيتفاوضوا معها. المجلس الانتقالي الحوثي هم يريدون القوى التي فرضت قوتها على الأرض ولديها حضور على الأرض،
فهم يتعاملوا معها، ما يهمهمش الحكومة الشرعية. والحديث عن سماها بالحكومة الشرعية، لاحظ إنه دائما العالم يتكلم عنها كحكومة معترف بها أمميا أو دوليا، مش كحكومة شرعية. يعني كحكومة شرعية بحسب الأمم المتحدة، دائما الكلمة هذه هي اللي تطلق عليها وسائل الإعلام الغربية وليس الحكومة الشرعية. لازم يكون ملحقة بينها الشرعية أو المعترف بها دوليا أو أمميا، ما يذكرش إنها شرعية بشكل كامل. وحتى الحكومة صارت غير شرعية في نظرهم بعد خالد بحاح، لأنه خالد بحاح تمت إقالته بشكل غير دستوري وتعيين واحد بعدها من غير خارج إطار الدستور وخارج إطار المبادرة الخليجية بدون موافقة مجلس النواب. فصارت الرئيس هو فقط المعترف به دوليا. فالمسألة هي أنه الحكومة، العالم دائما يتكلم أن هذه الحكومة لا وجود لها على الأرض، لا قاعدة شعبية لها، بينما هناك ميليشيات عدة ثقافة، وهذه الحكومة صارت غطاء للأطراف الإقليمية المتدخلة عسكريا في اليمن. فهذه المسألة ما تهمهمش كثير، يعني هم يهمهم في النهاية عن ماذا سيفرز هذه الحرب، سيتعامل معها كيفما كان. وتقسيم اليمن ما هيش مشكلة بالنسبة لهم، أو في الأغلب هي حيكون مش تقسيم دول بقدر ما هي تقسيم فدراليات في إطار حكومة مركزية شبه معدومة أو شبه ضعيفة جدا. فهيكون شكل من أشكال الدويلات الصغيرة اللي ما لهاش تمثيل خارجي لكنها لمن يسيطر على العالم. انا اختلف معه في جزئيه واحده، وهي ان قصه الفدراليات وما الى ذلك، ما زال انا تناقشتنا مع اعضاء مجلس النواب البريطانيين وساسه بريطانيين. العالم ينتظر حسم المعارك في اليمن، من الذي سيحسم المعارك في اليمن ليتعامل معهم؟ يتعامل انظروا ماذا فعل في افغانستان عندما بقي هناك الناتو والعالم يحارب وما الى ذلك. الان يتسولون هم الحوار مع طالبان لأنها موجودة على الأرض بقوة. إذا نحن نتحدث عن من سيمسك أكبر مساحة من التراب اليمني ليمثل اليمن سيتعاملوا معه. اليمن بالنسبة لهم تؤرقهم من ناحية الإرهاب، من ناحية الأمن، موقع اليمن الجيوسياسي يعني في غاية الأهمية، يريدون قوة ليتعاملوا معها، قوة كانت ممثلة بالرئيس هادي، بغير الرئيس هادي سيتعاملون معه. ناس براغماتيين أهمهم مصالحهم، تتفوق التجارة العالمية، تسير من الشرق إلى الغرب بمنتهى البساطة، لا يهمهم أن يحرق الشعب اليمني كله، لا يهمهم ذلك. إذا أنا هنا أطالب يعني الشرعية بصفتي كمواطن يمني أن 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 لا تعتمد كثيرا على مسمى أننا شرعية وما شرعية. القضية وما فيها من يسيطر على الأرض في اليمن هو الذي سيتعامل العالم معه، هنا هذه النقطة الرئيسية. ما رأيك سيدة ميساء، يعني فيما يتعلق بالشرعية، هل لديها المساحة الجغرافية التي يمكن عن طريقها، أو السيطرة على الأرض التي يمكن عن طريقها إحداث تغير في طريقة التعامل الآن فيما يتعلق بأن هناك قوى في الجنوب يبدو أنها
في سياق يعني التعاظم بشكل أو بآخر، أو على الأقل التأثير بشكل أو بآخر، وكذا لا زالت ميليشيات الحوثي تسيطر على مناطق التركيز السكاني. سيد الشجاع الدين، الآن ما هي مثل ماذا يعني في الشمال؟ طبعا العمليات العسكرية متوقفة من فترة طويلة، في هذه المأساة بالتحديد الإنجازات اللي قامت فيها القوات الموالية للحكومة في صعدة مثل كتاب خلاص سقطت في يد الحوثي خلال هذه الأيام. فبالتالي ما هو مثل ماذا يعني، ما هو التقدم العسكري؟ وإذا تكلمنا على تقدم عسكري في الجنوب أو غيرها من المناطق، إحنا بنتكلم لازم على غطاء جوي. هذه المسألة تحتاج قرار سعودي. هل السعودية عندها رغبة فعلا أنه تدعم الحكومة الشرعية تم هذا عمانتها؟ يعني أكثر من مسألة شبوة وحضرموت وهذه المناطق اللي هي السعودية تهمها أن الإمارات ما تكتش فيها، أكثر من كذا هل السعودية هتدعم الحكومة ولا هتنطرد بالطيران الإمارات مجددا؟ لا أتصور أن الحكومة أولا فشلت في فرض يعني نفسها على حلفائها لأنها كان أداءها ضعيف بشكل كبير، وأبدت يعني على المستوى الشخصي حتى كانوا بيتعاملوا بقدر كبير من الطمع والجشع مع الفلوس. فتعاملت مع السعودية كمجموعة من الناس يريدون لملمة فلوس وليسوا أصحاب قضية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه الحكومة الشرعية يعني تجربة المجرب بعد هذا كله، يعني 4 سنوات وحنا بنشوف هذا الأداء السياسي والعسكري الفاحش، يعني فالتجريب المجرب خصة في العقل يعني أو نقصان في العقل يعني. لكن عندما نتحدث عن 4 سنوات سيدة ميساء، لا ننسى أن هناك تغيرات كثيرة حصلت في هذه الحكومة، على الأقل فيما يتعلق برئاسة الوزراء، والوزراء بشكل أو بآخر، يعني رئيس الوزراء الأول بحاح، ثم بن داغر، ثم الآن معين عبد الملك. رئيس الوزراء حاليا هو صار بلا نفوذ حقيقي مثل السابق لما كان في وسط العاصمة في مؤسسات وهيكل إداري. حاليا كل الشركات متمركزة بيد عبد الرب منصور هادي. عبد الرب منصور هادي عمليا كسلطات رئيس، أعتقد هذا الشيء من غير مسبوق لأي رئيس قبله، لأنه هو خارج المساءلة وهو يعلم علم اليقين أنه لا أحد سيغيره طالما الحرب قائمة، فهو بيتصرف باعتبارها الحاكم المطلق. وعمليا الدائرة الضيقة اللي تحكم عبد الرب منصور هذه هي المشكلة وليست الحكومة. المشكلة الحقيقية في الدائرة الضيقة اللي احنا بنتكلم عنها، بدءا من أبنائه للمقربين منه لمدير مكتبه لنائبه، هذول هم الدائرة المقربة وهي المتحكمة الأساسي بالقرار الرئاسي. لكن الحكومة غير مهمة، الحكومة من ناحية سياسية غير مهمة يعني. وإن كنت أقدر كثير أنه معين عبد الملك كان حاضر في عدن الفترة الماضية إلى حد يعني، كان أكثر وزير حضر بعدا، لكنه هذه المسألة كلها كل أداء كان تكنوقراط يعني، هو لا يمتلك فعلا عمليا سلطة سياسية المفروض أنه يمتلكها، لا يمتلكها. اللي يمتلكها هو الرئيس هادي وبشكل مطلق، وكلنا نعرف هادي مستوى إمكانياته الشخصية المتواضعة، قدراته الشخصية شديدة التواضع ولا تسمح أنه يكون رئيس في وقت مثل هذا أبدا. هل تتفق دكتور أحمد؟ أتفق أن أداء الرئاسة، نعم أتفق بشكل كبير مع الأخت ميساء أن أداء الرئاسة بشكل ضعيف جدا. وللأسف الشديد المؤسسات اتخاذ القرار اليمني بدائية، تقوم على دوائر فقط قريبة جدا للرئيس من أقارب وما إلى ذلك. لكن دعونا هنا لا نبكي على اللبن المسكوب، دعونا أن نفكر الآن بشكل جذري، بشكل عقلاني، بشكل إبداع سياسي لحل المشكلة في اليمن. لأن المشكلة يجب أن كل القوى السياسية، يجب الشعب، نخب الشعب، الأكاديميون في البلد، في الداخل، في الخارج، كلهم مساهمون في حل المشكلة اليمنية. القرار السياسي مختطف في الرياض، لا نغالط أنفسنا. وجود الرئيس هادي بطاقم حكومي يستلم رواتبه من الخارج يعني نسف للسيادة اليمنية. إذا تحدثنا عن سيادة للبلد، يجب أن يعود هؤلاء ليمارسوا صلاحياتهم وسلطاتهم من الداخل اليمني. غير ذلك فنحن نتحدث عن سلطة مجتزئة السيادة وليس لديها خيال سياسي ولا قادرة على التفكير قدما لإنتاج حلول جذرية لمشاكل البلد. طيب يعني فيما يتعلق الآن، هناك مثلا اليوم هناك حملة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ب
هاشتاج طرد الإمارات من اليمن مطلب شعب، مطلب يمني كما يقول هاشتاج. هل برأيك هذا الفعل حل بالنسبة للمسألة اليمنية؟ وليس حل جذري لكن حل بالاتجاه الصحيح. نعم، نحن نريد المملكة العربية السعودية أن تكون صريحة مع الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن يقول أن الإمارات عدو له، قد في الأيام القادمة سيقول السعودية عدو له. هل تتحمل المملكة العربية السعودية عداء 30 مليون على تخومها الجنوبية؟ لم تستطع أن تتحمل عداء الحوثيين، كيف لها أن تستطيع أن تتحمل عداء 30 مليون يمني؟ للأسف الشديد الأخوة في السعوديين يجب إعادة ما يقومون به، التفكير مليا بإعادة ما يقومون به. نحن تهمنا أيضا المملكة العربية السعودية الشقيقة، نحن نريد من المملكة العربية السعودية أن تعيد حساباتها، أن لا تقيم وزنا في هذه الآونة للأمانيات والتدخل السافر في الشؤون اليمنية. أمن السعودية يبدأ من أمنها الجنوبية من اليمن، في حالة تغول النفوذ الإيراني في اليمن وفي حالة سقوط الحكومة اليمنية الشرعية، أول من سيكتوي بنار الفوضى المملكة العربية السعودية. لدرجة أنني قلق فعلا، أصبحت قلق كمواطن عربي على تقسيم وتهشيم المملكة العربية السعودية ذاتها. كل ما يجري في اليمن الآن أصلا موجه لإعادة تقسيم والمنطقة برمتها. نحن نتحدث عن دويلات ستقوم ودويلات ستختفي، هناك نفوذ لأسر حاكمة ستختفي قريبا. ولذلك أعود وأقول أن المملكة العربية السعودية يجب أن لا تنظر لليمن مجرد مغامرة نزقة لولي العهد السعودي الذي لا يمتلك أي خبرة سياسية حقيقية. لذلك للأسف الشديد غياب أمراء بحجم سعود الفيصل والأمير نايف والأمير سلطان في نفس الوقت أثر على القرار السيادي السعودي وأصبح قرارا غير راشد. للأسف الشديد تأثرت به المملكة وتأثرت به اليمن في نفس الوقت. طيب فيما يتعلق بالنقطة ذاتها، فيما يتعلق بهذا الهاشتاج المنتشر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، سيدة ميساء، برأيك هل الحل في طرد يعني كما يقول هاشتاج طرد الإمارات مطلب يمني؟ هل من سيطرد الإمارات؟ هذا هو السؤال الأهم. الإمارات لا تهتم بالضغط الشعبي وهذا لا يعنيها، ولا أعتقد أن يعني السعودية. هذه حكومة لم تأتي بانتخابات في النهاية، فالحكومة هذه في النهاية من يدعمها؟ من هو سر وجودها؟ هي سر وجودها السعودية. فالسعودية هي التي تدعم هذه الحكومة، وهي لا تريد أن تتخلى عن الإمارات، لأنه هي بينها وبين الإمارات ملفات كثيرة مشتركة، وليس فقط اليمن. ليبيا موجودة، سوريا، يعني في عندهم عدة ملفات، قطر، يعني عندهم عدة ملفات على الطاولة، وليس الملف اليمني. كل الملفات هذه هم محتاجين فيها الإمارات، هم محتاجين لشريك إقليمي مثل الإمارات. فبالتالي هم يعني تكلمنا كمان على فرض الإمارات. الإمارات أعلنت بشكل مبكر أنه انسحبت، أعتقد أنها كانت خطوة استباقية هذا الوضع، أنها أنا انسحبت بشكل مباشر، والذي حاسب صراعها بين اليمنيين وأنا غير موجودة يعني. فهي كان يبدو أنه إعلانها للانسحاب خطوة استباقية. فهي لو قلت لها أطردك من اليمن هتقولك أطردك من فين؟ هتطرد المجلس، يعني هم يمنيين. فالمسألة هنا معقدة كثير. وكمان الأهم من هذا كله، الإمارات يعني موجودة في اليمن بأوامر سعودية حسب ما هم قالوا، مش بأوامر سعودية عفوا، بتعاون سعودي أو بطلب سعودي. فهم يعني هم قالوا أنه طلبتنا السعودية ونحن نفرض لما تطلب مننا السعودية، يعني هم مش معتبرين الحكومة الشرعية ومش متعاملين معها. فبالتالي هذا كله معناه ان الكره بيد السعوديه والسعوديه صدرها لن تتخلى عن الامارات. شكرا لك سيده ميساء جلادين، الباحثه والمحلله السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف.
لماذا لا تذهب الحكومة نفسها إلى طهران ذاتها؟ لماذا؟ السعودية والإمارات توهمان اليمن أن لا يمكن الحوار مع الحوثي، ولا يمكن، وهما يتحاوران من تحت الطاولة مع الإيرانيين. لماذا هذا الغباء السياسي للرئاسة والحكومة اليمنية؟ يجب أن تقلب الطاولة على التحالف ذاته. العالم متعدد متعدد، واليمن موقعها هام وفريد، يستطيع أن يلعب شكرا دكتور، بتلك الورقة الرئيس هذه بشكل حرفي أفضل بكثير. شكرا جزيلا. إذن دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي اليمني، كنت معنا عبر السكايب من أدنبرا، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.